hepsinden önemlisi güvenlik. القضية الأكثر أهمية هي الأمن. لقد تحدثت عن هذه الأمور مع صديقي العزيز بالتفصيل. نحن ندرك أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق النجاح في الحرب ضد الإرهاب. نأمل أن نعمق تعاوننا في المستقبل بشأن هذه المسألة. تحدثنا في العديد من القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة، ومنها قضية سوريا، ضرورة إنهاء هذا النزاع في سوريا وتمكين السوريين من قرارهم المستقل كان قضية محورية وأساسية مهمة. في كل هذه المجالات الدور التركي دور مهم، الدور العراقي الناهض دور مهم، دور جيراننا أيضا دور مهم. سنتعاون مع فخامة الرئيس ومع الحكومة التركية من أجل خلق البيئة الإقليمية التي تمكننا من التعاطي مع مصالحنا المشتركة. أشار أردوغان إلى وجود منظمات مثل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله جولن تهدد أمن تركيا والعراق معا، وقال إن تركيا سوف تدعم البنية التحتية والتنمية في العراق وستساعد البلاد على إعادة بناء المناطق التي دمرت أثناء الحرب ضد تنظيم داعش.